بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال اليوم كان هناك لقاء مع المتطوعين اللي حوالي 90 متطوع من قسم ثلاث افواج، وهادو خاصة تحضيرات رجوع الحجاج من مكة المكرمة. على كل حال البقاع المقدسة، على كل حال ان شاء الله في اطار التوجيهات تاعنا باش يحطوا التحضيرات تكون محكمه بالتنسيق مع السلطات العموميه، وان شاء الله ربي يوفقنا على كل حال في العمل الانساني، وهذا خدمه للمجتمع. على كل حال هذه العمليه ماشي هي اول عمليه، عمليات كثيره تقومها اللجنه تاع الهلال الاحمر الجزائري ولايه تلمسان على مستوى مناطق الظل، على مستوى ليسونسيال احنا عندنا خارجين من عيد قطحة، وتم توزيع المساعدات على مستوى المناطق الظل ومستوى عدة مناطق على مستوى عبر الولاية، وإن شاء الله على كل حال ربي يوفقنا باش نقدروا نزيدوا نخدموا هذا العمل الإنساني، وربي يوفقنا فيها على كل حال. هي عملية تحضيرية لاستقبال الحجاج الميامين العائدين من البقاع المقدسة. على كل حال جمعنا حوالي 90 مسعف، ومازال ان شاء الله نزيدو نجمدو في اطار عمليات واحد اخرين اللي راهم جايين في المستقبل ان شاء الله، وربي يوفقنا على كل حال. ومن ضمن كذلك العمليات اللي راح نقوموا فيهم تكون في الاسعافات الاوليه، والهدف تاعنا الرئيسي وهو مسعف في كل بيت، وهذا هو الهدف تاعنا الرئيسي، وان شاء الله على كل حال ربي يوفقنا. ومازال كاين نشاطات واحد اخرى اللي راح نوجدو لهم مع الجهات تاعنا، وان شاء الله ربي يوفقنا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.